اجعلنا للمسلمين بخير وعلى خير، ويكون عيد وافين مع اللصوص، وافين مع السراق، وافين مع موريتاني زينه ودشرته زينه ومصقوله، ويؤجر قاش الى قوم طرف الليل ما يسمي حد، والى قوم طرف النهار ما يسمي حد، يكون بشي خير. هذا هو اللي طالب من مولانا في هذا العيد يخلق ذا العيد. يا الله يا خوفي فن قال مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو فن العيد. اما ذاك ذوك الاخرين ذوك خبيط الجين كانت هذا وخبيط لا ما هو ذاك ما ذاك يا الله التلفزه قاعد حرمه بيدي ما هو مهم تقطع لي تفضل قرات فيه. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا العيد حدنا يحييه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحييه بالزيكات والعياط والعصبات وقترات والثقل، مو بمرض ما يحيي العيد. العيد عيد، عيد الاضحى، فيه صلاة وفيه صوم وفيه نفل. لا اضحك. ويحييه بهذه المدح الله يقول انا حد بعد قالها سارق عليا، ما نقدر نسمع حد. وذول من يجبر عليها ياكل من مشي ما ومونس. الا ان رب العرش شرف احمد ووفى به بشرى وانجز موعدا وصاب حالا وشفعه قد اشارت ليله الاسرى اكرام مخلدا ومنك رسول الله إن الله يعرش ويؤنف زين الخلال زين الرجال زين الفعال زين الأجسام ذاك النبي الهاشمي ذاك الرفيع القول المنيع ذاك الشفيع ويوم في الأعياد نذكر الله الرؤساء والله لا شيء نروه، حنا لا حد له يعطينا شيء، حد ما يعطينا شيء بعد ذاكر. ثم جونا يوم العيد. يا باب اسمع المشاهد ايش؟ والله دخلنا حمل مختار مكرم ما كرم ومن كل جبار عنيد وفاشر ومن قعر قاهر ومن سحر ساحر وفي كنف عكيد وهل المناكر وفي حصري من كل برجيل وقوي يا النبي. الناس فرع عليهم الثقيل لان الشقيق حد ما قارن الشقيق ما تلاقيه غير من شيء اخر تلفزه زينه وهذا معلومين وممكن وجيبين اللي تغير اللي فيها والناس دور غير منها كامله دور شيء كامله دافعه يا غير شقيق لا يتم لا شقيق اللي ما يبقيها يقول قيم يسرى في منين اركب جاتوا الملوك وبشرتوا فامر العظام عند الرب اركب جبريل بطايبته وقت جبريل اللي قرب قال انا قدري وقفت وانت قدرك من ذاك قال قبل شهيدي على تصحب طه الله العلم هباب مر قلبك ومحراب وخبر ظلمه وكلام كلام الضيم خش القمر ثيابه واستبرك منه ومرحب
حشو الرب وبسحبو عشنان وبش عليه الصب وقت عرفوا هذا ذابو هذا 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 ذابو عرفوا عنه ما يكلم عرفوا عن جيد تكلم احبابه ما يتطبل وليراد الله ذابو معاه ذو حلما اذهب يا سيدي على الرجل تعرف بعد القبر خش القبر هي ابو القبر ما هو اللي قام يخشني ما يعرف يعرف كان الغبر القبر اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم تخاش شو لهنا به اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام الأنوار من نوره في نوره قلقت والوجه كمثل طلوع الشمس والقمر هاي القضية العلماء ما تستهزأوا عليها الرسول جيت بعد وقفت عند باب فم صغير أخضر متقابل معاه قبال حد المدى الشك انه ما هو متقابل معاه حشته خاسر وعمرته وخسر من ذلك خلاص وحججته بلحت له هاي المدى حقت لما يتمشى ما كفرت الاخبار وحد جاه ما يكفر الاخبار الا يقول يا رسول انا راني صايم والله يا رسول انا راني جيت يغادروا الاشياء الاخرين الرسول ما يبقي مقعد وراني من حق هذا المغرب هذه المملكه المغربيه الهاشميه الشرفيه من حقنا هذا الهول اللي في العيد الاضحى المبارك ومن حقونا الموريتاني اللي في مسيكني قاعد حقهم يجون هذا بعد ما ذهب لك كافي ولاه ما عينه في الشد مد شنو دفا وعيشو قدرنا عند عيني طمي الفاير دلاكي هو وخيار مبارك يا سلطان الشريف يا لطيف يا لطيف يا لطيف عمر ودعني مريت ليك هذه ود عمر ودعني راني ملحق هذا طويل ملحق هذا راجل هون عنده قصر قصر وشريف ومعلوم وقاني نعرف ان انا جيت للتلفايه لقنم وشريف كبش عالم مودانا هذا قد الغزال هذا قاعد ما هو قد لك باش قاعد كبش مانا ان قالوا كبش العيد بقرون وانطع بني بشريته الدار كيف انه خلاص من طحني انت قاعد داخل من وضيق هذا ما حكاية انه الحوض وضع الحوض معناه عادي ينطح معناه انه حلو وبشا متبارك الله عندي انصامبل زينه خضراء لا هنا إن شاء الله ندرسوها ولا هنا ولا نشوف أصحابنا نسامحهم اللي حد قط عدلنا الشيخ خاسر الله ما لنا نسمحوا له وحد قط عدلنا عرفوا فينا شي صالح هو المسموح له حق العيد الأضحى المبارك ما هو كيف العياد الآخرين يا الموريتاني اسمعوا هذا يقول لكم
انا ابطل دائما اعطيكم برنامج قال ما تسمعوا لي يا هل يا الموريتاني وما بقى من الموريتاني اللي مازال حي. عرفوا عن عيد الفحل المبارك موقف العيال، عرفوا عنه فيه الطلب المدان الياسر، وفيه نحد فيه المسامحة اللي تعود دخلي، وفيه ان الوطن يعود وطن. الشيباني لا عاد لا يسامح الشيباني يعود يسامح حق عنده، ولا عاد الصغير لا يسامح الصغير تعود حق عنده. و و و وفي الصلاة حد يصلي حق عنده. السلام عليكم ورحمة الله. لكن باب قلنا أن راني هاي الخلافة أراش إن شاء الله فيها الناس صلاح صلاح الدارين والتوفيق وطول العمر طول الدرجات، ويعودوا هالأمم كيف شيخنا، ويعودوا كيف شيخنا في حياته. شيخنا قاع واحد حد يحامر به اللي ما يقدر حد يحامر، وقاع إذا ما بقدر ما قلق، لكن بيعدل شيخنا يعدل الله شيخنا يا غرب بعد وني الولاد المم اللي بوهم شيخنا. كانت تنقال في البيض تنقال في الكر، ولكن خصص هذا بمناسبة التنصيب هذه الممة، لأن خصص لها ما يخرص، لا يقوله ما يخرص والله لا ما يقعد يقوله فيه لا طاء. باجر من يرحم بوك ماما اللي يبغي ما ولي لك ولي لك ولي لك ماما وجيب بالما المنيرما. ودي نسلكم ما يقدر يحسن عليه لعله باطي شي فما انا ما شي انتشار عند قدر يد عنه قال الدا يا عمال مولا انا يا قفر دواد الله علينا خجيل تقول تقول لي قابهم شار عند قدانا عارف ما نجحيد عنه قال لا يعمل مولانا يقبر الوعد الله عليه خجيل وعده زين حتى بقي جاب يا فاتح
وجاوش ما حد يقولوا علو ظالي القتيل وعلو عقب سيد أحمد فايهم من يوم القيم أفزاد هذا الدولار مدير أحمد عيدها والعرب المتال داجل سيد أحمد جدا درار لمبارك شوره وحيارك ولا مجال يالبه يا أذن النور يا يارك زين